يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في ليلة عيد الفطر أعطيت جاري زكاة الفطر لكي يوزعها على المستحقين لمعرفته بهم، لكنه لم يعطهم إياها إلا في اليوم الثاني للعيد، فهل تعتبر زكاة فطر وهل يلحقني إثم بذلك؟ نعم، أنت أخطأت في كونك اعتمدت على غيرك لإخراج صدقة الفطر حتى أخرها عن وقتها. هي تجزي على أنها صدقة، إذا أخرجت بعد يوم العيد تجزي على أنها صدقة من سائر الصدقات، لكن لا بد من إخراجها قضاء، وأنت أخطأت في هذا. نعم.